كيف الشباب اليوم؟ اليوم رح أعطيكم طريقة تحافظوا فيها على البمب والفوليوم والنفخة بالعضلات بشكل دائم. كلياتنا بنعرف أنه أثناء فترة التمرين بيصير في بمب كبير بالعضلات، وطبعا هذا الشيء سببه تدفق الدم والسوائل على العضلة اللي أنت عم تمرنها، وبعد التمرين معظم هذا البمب بيتلاشى وبيروح بشكل تدريجي، وهذا الشيء كتير طبيعي. بس في ناس بيروح عند هذا البمب بشكل كتير كبير، ما بيضل نهائيا وبتطلع عليه كأنه ما بيرفع أوزان، جسمه يعني دبلان. أوكي، فرح أعطيك طريقة أو خطوات تعملها تحافظ على البمب بأكبر قدر ممكن. في ثلاث أشياء لازم تعملهم لحتى تحافظ على الفوليوم والبمب بعضلاتك كل اليوم، وهدول الأشياء كلياتهم بنفس الأهمية، ما في واحد أهم من الثاني، وما فيك تنقص واحد منهم، يعني ما فيك توفر اثنين وتنقص واحد، لازم توفر الثلاثة كلياتهم لأنه كلهم بيكملوا بعضه بنفس الأهمية. رقم واحد، لازم تاكل كل ثلاث ساعات حتى لو وجبة صغيرة. يا شباب، لاعب كمال الأجسام مو مثل الإنسان العادي، في التهابات بالعضلات عنده، في تلف بالنسيج العضلي، في أذى بجسمه وبخلايا جسمه، فإذا لازم استشفاء ومعاملة خاصة لهذا الوضع. إذا بتضل أكثر من 3 ساعات بلا أكل ببلش جسمك يدبل. إذا بتلاحظ أنه إذا بتضل بلا أكل 5 ساعات أو 6 ساعات بتحس حالك خسرت حجم. جسم لاعب كمال الأجسام بحاجة إلى نتريشن وغذاء كل 3 ساعات، هذا الشيء بيساعد على الاستشفاء العضلي، وكل ما كان في استشفاء أكثر كل ما كان في بمب أكبر. وما بيهمني شو بتقول الدراسات أنه تأخذ حاجة جسمك من البروتين باليوم على وجبة واحدة، هذا الشيء كافي، جسمك رح يمتص هذا الأكل. هذا الشيء على الأرض الواقع مو صحيح. جرب أنت على 3 أيام بس، على 3 أيام كل كل يوم وجبة أو وجبتين وخود فيهم حاجة جسمك، وشوف كيف جسمك رح يدبل، شوف كيف جسمك رح يصير فيه نوع من خسارة الحجم، رح تطلع على حالك تحس حالك دبلان، مو أنت هذا، في تعب، في إرهاق، وفي خسارة حجم. أما إذا بتاكل كل 3 ساعات رح تشوف أنه في بمب دائما بجسمك مستمر، رح تحس أنه جسمك عايش، رح تحس أنه في طاقة بجسمك، رح تفرق معك كتير. جرب بنفسك وشوف. رقم 2، النوم. النوم بيساعد بشكل كتير كبير على الاستشفاء العضلي، أصلا معظم عملية الاستشفاء بتتم أثناء النوم، فإذا كل ما نمت أكثر كل ما صار استشفاء أكثر، كل ما صار في بمب أكبر. النوم على الأقل 8 ساعات باليوم، وإذا أنت صغير بالعمر 9 ساعات بيكون أفضل. رقم 3، شرب المي. دائما منقول المي كتير مهمة وإلى فوائد لا تعد ولا تحصى، ولكن من أهم فوائدها أن المي بتوصل النيتريشن والقيمة الغذائية على العضلات، وبتطلع التوكسين من الجسم، السموم كلها بتطلع من الجسم، بتخلي جسمك دائما هايدريتد، ما بيكون في جفاف فيه، وهذا الشيء بيعطيك طاقة ونشاط وبيعطيك بيرفورمانس عالي بالتمرين، ناهيك عن فوائد كتير تاني. للرجال من 4 إلى 5 لتر باليوم، وإذا وزنك عالي شوي ممكن توصل للست لتر بيكون أفضل. للسيدات من 2.5 إلى 3.5 لتر باليوم، وإذا الوزن عالي في كتلة عضلية 4 لتر بيكون أفضل. هذا كل شيء اليوم، أشوفكم الفيديو الجاي.